تحدثنا قبل شوي مع الدكتور عايض عن تقنيات النحافة والحلول السريعة لإنقاص الوزن، لكن الكوتش مصطفى راح يساعدنا في أن نوصل الوزن المثالي. أهلا وسهلا مع أستاذ مصطفى الفرح. حياك الله. يا مرحبا. يا أهلا ومرحبا. بداية خلينا نتكلم عن الوزن المثالي. كيف إحنا ممكن نوصل الوزن المثالي؟ إيش المقاييس المعايير؟ إحنا شوفي، أول شيء كلمة الوزن المثالي ما نبغى نتكلم عنها اليوم، نبغى نتكلم ايش المقاييس الرياضيه واللي يقدر الشخص يقيس عليها تقدم الرياضي، ويقدر يحس انه ماشي صح في نظام الرياضي ونظام الغذائي. واولها وهي الواضحه انك انت تطلع على شكلك في المرايه، اذا انت راضي معناتها كمل على انت على ما انت عليه، اذا انت مش راضي معناتها لازم تغير في نظام اكلك او تضيف التمارين او تغير في نظام او شده التمرين او تحسن من نومك. هي هذه الثلاثه فاكتورز اللي يعني توصلك للجسم اللي انت تبغاه. فلما نجي نقول الوزن المثالي، فعليا وعلميا ما في شيء اسمه وزن مثالي، في شيء اسمه صحه مثاليه، قدرات جسد مثاليه. يعني انت جسمك ايش يقدر يسوي؟ تقدر تركض، تقدر تشيل جسم وزن جسمك، تقدر تسوي بوش اب، تقدر تسوي عقله، تقدر تسبح، ولا بس اللهم ان لياقه يعني. ايوه، طولك 180 وزنك 80 ورؤى قاعد تضحك كانه الكلام في يعني المخ. بالضبط. انت كنت قاعد تقول قبل شويه مصطفى انه هل انت راضي عن شكلك؟ اي راضي عن شكلي، بس هل عندي لياقه؟ لا، ما عندي لياقه. احيانا الجسم يكون سلم لكن في حتت تنه، كروشه صغيره، اوراك، عرفت يعني. كيف نسوي هذا البالانس بالنوم؟ كيف نسوي بالانس؟ اول شيء لازم نعرف كيف اصلا تتخزن الدهون. أيه. تمام. عشان نعرف كيف نتعامل معها. توزيع الدهون ككميه يجي من عاداتنا، ككميه وقديش عندنا دهون في جسمنا. أيه. في جسمنا تيجي من عاداتنا من الاكل وخمولنا الجسدي اذا ما في تمرين، والنوم السيء اذا كان في سهر او نوم متقطع. تمام. هذه ثلاث اشياء، هي ثلاث عوامل اللي يعني تخزن الدهون بالجسم. في عامل الجينات واللي هو برضو اساسي في كميه الدهون وين تتخزن الدهون في البدايه. أيوه. يعني في ناس أيوه. سمنتهم مثلا كلها في البطن. صحيح. وفي ناس سمنتهم كلها في الافخاذ. ليش؟ جيناته الجينيتك كود حقه قاعد يوزع الدهون اللي قاعد يكتسبها من الاكل ومن الخمول الجسدي في هذه المنطقه اولا دون الاخرى. فالحين كيف نشيلها؟ علميا ما تقدر تحرق الدهون حقت منطقه دون الاخرى. اللي تقدر تسويه انك تنزل الوزن الكلي للدهون عن طريق تنظيم اكل، تنظيم نوم، واضافه تمارين يكون فيها تمارين مقاومه اللي هي الحديد، وتمارين هوائيه. الثلاث اشياء هذه اذا ضفتها كررتها 4 مرات في الاسبوع. أيوه. لمده شهر. أيوه. نهايه الشهر راح تشوف وزن الدهون قاعد ينزل. أيوه. بالتالي المنطقه اللي هي مضيقتك اللي هي البطن ولا الافخاذ ولا الاعداف حتبدا بالتدريج انها تقل، اللي هي الطبقه الشحميه تقل. وبنفس الوقت وزن العضله راح يرتفع على اساس ينصقل الجسم ويترتب. طيب تسمح لي؟ شور. بس عندي مشوار هنا صغير، ابغى اروح اجيب عدو المرأة واجي. يا تمام. يلا انتظرني. ايش عدو المرأة؟ طبعا قبل ما هي تجيب عدو المرأة، طب انا من جد مصطفى، في ناس عندهم مشكلة وانا منهم، اللي عندهم غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع. ميزان. دقيقة. عدو المرأة. ايش قالت؟ غزارة في الانتاج. في ناس وانا منهم عندنا غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع، في دهون ولله الحمد، بس الدهون كذا الدهون كذا تحسها متوجهة رايحة كذا لمكان معين في الجسم. جسمي كله نحيف، ولما اتخن ما اتخن ولا في شيء في جسمي، فقط في المنطقة دي هي اللي بتخن فيها. نرجع نقول هذا راجع لجيناتك. الجينات اللي هي اللي تحدد وين تتخزن هذه الدهون. طب انا ايش اسوي؟ ايش تسوي؟ تتمرني اساس. اي أيوة والله. طيب لازم جينات، انت تقول جينات، شيء طبيعي الجسم بيتشكل. شوفوا يا اعزائي المشاهدين، هذول الثلاثه ما يبغوا يتمرنوا. كل مره اجي اجلس هنا يقول ما نبغى نتمرن، عطنا حل بدون تمرين. ايوه. انا بالنسبه لي ما في حل بدون تمرين. ما في وقت. لا شو، هي كلها 40 دقيقه يا ياسمين، ما في. كل يعني كل يوم تبغى نتمرن 40 دقيقه؟ كل يوم 4 مرات في الاسبوع. شكرا. والله انا مره اتفق معك وانها بسيطه 40 دقيقه، بس ليه حد يوديني المشوار حق النادي؟ لو تتمرن في البيت اروع شيء. احنا كنا نتكلم عن الميزان. ايوه. طيب يعني ابغاكي تطلع الميزان رؤى. والله انا ما انصحك تطلع الميزان. انت انا خايفه من طولي، انا مو خايفه من وزني. عادي عادي، يلا جو. طيب وبعد ما اطلع بنقول. أيوه. بنوضح انه الوزن هذا. أيوه. ما هو المقياس الحقيقي اللي الشخص المفروض يمشي عليه. هذا الميزان اللي انت جايبه المفروض. طيب كيف نفتح؟ عادي اوقف عشان يلا رؤى، خلينا نشطب فضايحك يا رؤى عشان الله لا يفضحنا. تعال شغل لي اياه.
نادو اروى، اروى اللي جابته. اروى لا خلاص ايطاليا اروى تطلع عليها خلاص غنيك. بسم الله يلا خليه خليه يشتغل. اطلع كم طلع؟ 50 50. اي أوكي. سيبك من الواحد 50.1. اوكي في احد بيطلع؟ لا عشان بس نوضح البوينت. يلا انا الكعب ينحسب. طب يهمك يهمك لازم تعرف الطول ولا مش لازم؟ لازم عشان عشان نطلع. طيب طولي 175. اوثق اكتب 175. اكتبي رؤى 50.1. خلاص 50 من غير فاصله. بدون فاصله رؤى وغزال. طيب 62.1 كم؟ 62 يا 62.1 فاصله 1. يس. طيب شوف أيوة. انا اقدر اجيب لك واحده. كم طولك؟ 175. 175 اقدر اجيب لك واحده طولها 175 وزنها 62 لكنها صحيا تصنف سمينه. ليش؟ لان وزن الدهون عندها اعلى من وزن العضل واوفر وزن الدهون الطبقه الدهنيه بجسمها مرتفعه. كيف نقيس وزن الدهون؟ في اي عياده، اي عياده حقت سمنه حتحصل فيها جهاز اسمه ان بودي برنت او اومرن او اي جهاز يعتمد على انك تلمسه ويرسل اشارات كهربائيه يصطدم في الجدار جدار الدهون. ايش السالفه؟ جدار الحائط. طبيعي انا ودانك ثقيله كوتش. ايش السالفه يا اخوان؟ اوكي سو يرتطم بجدار الدهون ويرجع على الجهاز ويعطي قراءه. فنشوف هنا وزن الدهون. الامراه الفت اللي نصنفها رياضيا يكون وزن الدهون ما بين ال 15 هذه مره فت يعني مره فت. أولمبيك. 15 اولمبيك وومنز. ايوه 15 أوكي. 13 أي. بعض الومن بعض البنات يوصلوا على 13 برضو الى 20 او 21 هذا الافرج هيلثي وومن. تمام اوكي. الرجال ما بين ال10 وال15 هذا يصنف تحت ال10 الرياضي سوبر اثليت. من ال10 الى ال15 شخص فت او جسده لائق. تمام البنات من ال15 ل20 خلينا نقول. تمام هذا وزن الدهون. ما يهمني انا كم وزنك هنا 60 180. اوكي اكيد ما حيصير 100 يعني بس انا اتكلم انا وزني 3 اتكلم على اتكلم على وزن الدهون وزن العضل. تمام كل ما نزل وزن الدهون في الرينج حق ال 15 ل 20 كل ما شكل الجسم صار لائق ومشدود ومرتب. كل ما ارتفعت فوق ال 20 كل ما صار فيه اشياء ما نبغاها. اوكي هذه وزن العضل برضو يلعب رول. يعني انا الان بطلع الميزان بوريكم. بس انت كم طولك؟ كم تعطي انا كم تعطيني وزن قبل ما انزل؟ لا هو شو يقول لي كم؟ انا طولي 180 80 ايوه 85 لا على على وزن؟ على وزنك على شكلك يتهيألي انك انت في الثمانينات. طيب 80 95 يلا نشوف يلا 91 91 ما شاء الله بس انت لابس شوز الله يكرمك. طيب بدون شوز 91 91 90 90.2 شايف؟ خلاص؟ سو 90.2 ليه؟ أنا الحين في التصنيف المؤشر الكتلة حق البي ام اي أنا أصنف سمين لكن أنا مش سمين. أنا وزن العضل عندي أوفر. تمام؟ يعني الآن الوزن هذا وزن عضل. وزن عضل أنا عندي وزن العضل الآن إذا بنقيس أنا قبل ثلاثة أيام قايس وزن العضل عندي 45 أو 46. تمام؟ من أصل ال 90 هذه في 45 منها عضل والدهون عندي 9. تمام طبعا 9 اتس فيري لو مره قليل يعني اوكي الباقي عظم واعضاء فيطلع ال 90 هذه. انا مش مهتم بال 90 انا ممكن اقعد كذا 20 30 سنه قدام لكن وزن الدهون ممكن ينزل ل 6 ويطلع شكلي اجمل وانشف. وزن العضل ممكن يرتفع له كيلو ولا كيلو ونص ويطلع شكلي طيب. اجمل برضه. طيب كيف ممكن كيف ممكن احنا ننزل الوزن تنزل الدهون ويبقى العضل ما نحرق العضل يعني نفس الوزن يس. انت بعضهم يكون نفس وزنه ثابت يقول وزني ثابت بس لما ياخذ القياسات بشكل دقيق يبان انه العضل هو اللي بقى وزنه اثقل من الدهون. كيف نحافظ على ايوه كيف كيف ممكن احنا نحافظ ننزل دهون نرفع عضل بالضبط. هذا اللي كل الناس تبغاه اصلا. تمام نرجع تتمرن يا رائع لازم تتمرن ما في خلاص واعد يو هاف تو اكسرسايز لازم يكون في تمارين حديد صدقا يعني ما حتحافظي على وزن العضل الا اذا كان في تمارين حديد اللي هي المقاومه. طب هو خلي العضل يطلع يا مصطفى. لا في العضل موجود العضل هو اللي مسؤول عن الحركه. ما عندي عضلات زيك ما تقدري تتحركي بدون عضلات. العضلات هي اللي ماسكه العظام وهي اللي مسؤوله عن الموفمنت حقتك. اي حركه انت بتسويها العضلات هي اللي بتحركك. والله عضلات انا الله بالخير يعني مو شرط تكون باين انا اتكلم كفانكشن خلاص.
فتبي تقوي هذه العضلات، تبي ترسلي لها اشاره انه انا احتاجك كل يوم في التمرين، حتشغليها مثلا لعبت اليوم صدر، قلنا ظهر، اكتاف، باي تراي، ارجل، اوكي، انت كده بترسلي لها اشاره تو جرو، ترسلي لها اشاره انك لازم تكبري او تحافظي على وزنك العضلات، اوكي، عشان انا احتاجك في التمرين. جميل. اوكي. كل ما زاد وزن العضل عندك حتى للاناث، كل ما زاد وزن العضل وحنا جالسين كذا معدل الحرق عندك يكون اعلى. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني انت وزن العضل مثلا عندك خلينا نقول 28، رؤى وزن العضل عندها مثلا 35، رؤى الان في الثانيه او في الدقيقه بتحرق اكثر منك عشان بس عمليات تكون عايشه، عمليات الايض هذه تكون اعلى عندها، لانه وزن العضل مكلف شوي على الجسم، يحتاج كالوري اكثر عشان يحافظ عليه. فلما بتاكل رؤى ممكن رؤى تقدر تاكل اكثر منك ترى، ممكن وزنها اقل لكن وزن العضل عندها اعلى، فرؤى تقدر تاكل اكثر منك وتحرق، تقدر تاكل اكثر منك بدون ما يبين عليها. عشان كذا في ناس تاكل ما تسمن. اي صح. ريمبر؟ كذا اي والله. في ناس وزن العضل عندها اعلى، في ناس معدل الحرق عندها اعلى. فهنا الجينيتيك ديفرنسز اللي هي الفروقات الجينيه، وهنا برضو الفروقات بين الشخص اللي يتمرن حديد وما يتمرن حديد. في بعض البنات دابين في الكارديو بس سير وسيكل وسباحه وركض وركض. ولازم حديد. خلاص من اليوم رايح ان شاء الله البنات تبدون تلعبون حديد. لازم والله ما حينشد ولا حينشد. الوعد قريب صدقني يا مصطفى، الوعد قريب. باذن الرحمن. يعطيك العافيه. شكرا لك مصطفى. شكرا لتواجدك. مشاهدينا فاصل وراجعين.